مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع ركن المطبخ، الركن المميز في برنامجنا، ومنورنا النهاردة شيف وائل مجدي. برحب بيك يا شيف. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، عامل إيه؟ الحمد لله تمام، نشكر ربنا. أنا شايف أكلات كتيرة كالعادة النهاردة. هندلع الناس النهاردة. أنا عارفة. لا إحنا بنتدلع كل مرة معاك، ما تقلقش، بس النهاردة نبدأ بيه. الله يخليك. النهاردة هنعمل تشيكن على كيف. على كيف؟ بيتقال عليه تشيكن كيف. تمام. ده المنشأ بتاعه أوكرانيا. وده عبارة عن فراخ محشية زبدة وشبت، ولكن تم تحديثها في المكسيك، بقت فرقة بنحط لها لحمة مفرومة مع الزبدة ومع الشبت. الفراخ باللحمة المفرومة؟ ايه ده فعلا؟ يعني احنا نعملها بالطريقة يعني هي الطريقة الأصلية بتاعتها زبدة وشبت. تمام. فتم تحديثها، بقت الناس تحط لها لحمة مفرومة، لأن في ناس ما بتتقبلش الزبدة. تمام. حلو. طيب. فاحنا هنشتغل دي اول حاجه معانا المطبخ الاوكراني. المطبخ الاوكراني بنجمع من برا مصر يعني. والتانية هنعمل حاجه اسمها تشيكن سنيك، اللي هو فراخ التعابين، ودي بتبقى رفيعه كده، وبيتم بتتعمل بقى بخلطه معينه كده، وبتنزل مع التوست اللي احنا عاملينه ده، العيش المحمص. تمام. وهنعمل سلطه حمص. سلطه حمص. وهنعمل انواع شرب بقى. هنعمل شوربه الكوسه بالكريمه. هايل. وشوربه الفراخ لا بالكريمة. وهنعمل شوربة اللحمة بالكريمة برضه. طب يلا نبدأ بقى عشان نلحق نعمل كل الكم ده. نبتدي. هنبدأ بإيه الأول؟ هنبتدي أول حاجة بالتشيكن سنيك. بالتشيكن سنيك. أنا عندي دلوقتي فراخ مقطعة، طبعا مغسولة ومعمولة من الزفرة بتاعتها. دي صدور ولا بانيه ولا؟ لا ده بانيه. بانيه متقطع. بانيه متقطع رفيع. تمام. واخدة بالك؟ دي بنديها إيه بقى؟ بنديها شطة، مرقة، بودر بصل، بودر ثوم. ممكن ننزل يا جماعه بالمقادير. احنا ابتدينا بتشيكن او اسمها ايه، تشيكن سنيك. واخد بالك؟ افضل اقلبها كده. طبعا الشطه اللي فيها دي للطعم وليس للشغل السبايسي او الكلام ده. هي مع بعضيها. ماشي. المفروض ان انا بديها نقطه ميه، وبتفضل شويه قد نص ساعه في التتبيله. فاحنا ممكن نديها سكه لبن صغيره، واخد بالك، بحيث ان هي كل التوابل اللي تتقلب على بعضها، ونسيبها شويه. هنسيبها تتبل كده شويه. شويه صغيره بس. هنتركنها على جنب هنا. العاده ان احنا نسيبهم، نسيبها ساعتين في التلاجه. ساعتين في التلاجه زي ما احنا متفقين. احنا بس عشان وقت الهواء، فاحنا بنتبلها التتبيله دي زي ما يعني بتكون مغلفه بيها، وندخلها التلاجه ساعتين. هنيجي للتشيكن على كيف. تشيكن على كيف. الشيب بيخطفها كده بطريقه معينه. احنا عندنا فراخ عاديه كده، بس مش بانيه. هنعملها سندوتش. حلو الكلام. طب لا ثواني، مش بانيه يعني؟ هو ايوه، هو بانيه بس مش متقطع فليهات رفيعه. تمام. متقطع سمك تخين كده، واخد بالك، بتتقطع كده. فنحنها زي الساندوتش كده اهو، عشان هنحشيها. ماشي. واخد بال حضرتك؟ دي بتاخد موضوع سهل ولا صعب في الفتح والكلام ده؟ سهل جدا 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 جدا. دي بتاخد ايه بقى؟ بتاخد ملح. واخد بال سعادتك؟ ممكن يا جماعه نطلع كمان بالتشيكن الاكي. سن التوم صغيره، فلفل اسمر، وبهارات فراخ. واخد بالك؟ ماشي. كل ده بيتبل مع بعضه، التوم بالحاجه كلها اللي بقول لك عليها دي، بالملح، بكل حاجه. وممكن برضو نديها سنه لبن صغيره. واخد بال معاليكي؟ عشان ايه؟ تتبل شويه على جنب. حفظنا؟ نزلنا بالملح، نزلنا بالتوم، نزلنا بالبهارات، ونزلنا بايه؟ بالفلفل الاسمر. تمام. اهو. وهنسيبها شويه. برضه. مع بعضينا. لسه معانا وقت، تعالى معاك. حلو الكلام؟ هنخش على ايه دلوقتي بقى؟ هنخش على الرز، عشان دي معاها صايد رز. الرز ده هينزل مع التشيكن كيف. ماشي. ايوه الكلام. ادينا ده رز ايه؟ رز ابيض؟ ده رز اصفر. رز اصفر. رز اصفر. قبل ما عقبالك لما هيغلي الحله شويه، تسخن شويه، نتكلم شويه على موضوع الشربات. ماشي. شوربه الكوسه دي ممكن نعملها دايت، لما هحط لها جنزبيل، ليمون، واخد بال حضرتك، زبادي، هتقلب معايا دايت على طول. بالكريمه؟ بالكريمه، بس الكريمه ما احطلهاش زبده، لان الزبده الكوليسترول بتاعها عالي. هحط لها زيت. ماشي. زيتون. حلوه قوي. لكن اللي احنا هنعملها دلوقتي دي عاديه، دي الستاندرد. دي اللي لو احنا عايزينها بقى بنظام غذائي. للناس بتعمل دايت زي ما الشيف بيقول، هنحط ايه؟ ليمون، جنزبيل. ليمون وجنزبيل ده اساس تخسيس. تمام. مع الزبادي. حلوه. وزيت قوي. الزيتون. طب سلطه الحمص نفس القصه. المفروض الاستاندر بتاعها ما فيهاش زبادي، لكن انا لو هخليها للرجيم هحط لها زبادي، واحط لها جنزبيل وليمون وخل. تمام.
خلاص هي قلبت معايا بقى ايه يعني لازم ناخد بالنا برضو من الناس بتوع الدايت. انا عاملها عاملها عاديه فانتوا حابين حاجات كتير قوي هم بيتحرموا منها. ايوه هنيجي هنا اهو دي الكوسه انا سالقها بتاعت الشوربه. ماشي هننزل بماده دهنيه. هنبدا نعمل الرز يا جماعه اللي هو اللي هنقدمه مع الايه مع التشيكن سناك. مع التشيكن لا اللي هو التشيكن على كيف. اوكي بيتقدم مع رز يعني ده اللي هو الطبق الرئيسي. هيسخن شويه هننزل بالرز المغسول ومنقوعه. ماشي نرجع تاني للشوربه بتاعتنا. هنرجع الشوربه اللي هي بالكوسه. ايوه الشوربه ايه تاني شوربه الفراخ ينفع نعملها؟ شوربه الفراخ الاورجانيك هتبقى صعبه. طب شوربه اللحمه؟ شوربه ولا اللحمه يعني خليكم في كل ما هو جميع. كل ما هو خضروات عندك تقدري نخليه دايت. دايت تمام. واخد بالك انا نزلت بالرز اهو المغسول ومنقوع هبتدي اقلب فيه اهو. ماشي يسخن شويه معايا والميه يكون سخنت. لازم ننزل بميه مغليه. ايوه الميه سخنه زي ما اتفقنا. سخنه ايوه. وبعد ما نخلص الرز هنبتدي ان احنا ناخد الثلاث شوربات بتاعتهم كلهم. نخلص احنا مش هننزل بشعريه ورز اصفر. لا رز اصفر هينزل مع التشيكن الا ترك. اوكي تشيكن كيف طبعا التشيكنات كتيره في تشيكن الا ترك في تشيكن بانيني في تشيكن فينجر واخد بالك في تشيكن رول تشيكن بقى تلخبط. فطبعا كل ما يعني مره هندي زي ما عملنا قبل كده للمكرونات عملناش بعد كده بقيه المكرونه. مكرونات هنكمل هنكمل احنا بناخد منك وعد على الهواء ان احنا هنكمل ما نعملش عملنا بقى. كميه انواع مكرونات لان احنا كنا متلخبطين. والحلقه الجايه ان شاء الله هيبقى فيه انواع الايس كريم كلها حلوه قوي وعامل لكم ايس كريم من شرق اوروبا ايس كريم الطماطم والايس تي وهنعمل البيبسي والسيفن والموكا والكابتشينو كل المشروبات الغازيه بقى هنقدمها شغل السوربي هنعمل جرانيتا وهنعمل ايس كريم ولوليتا هنعمل كذا حاجه ان شاء الله. هو بيسخن اهو معايا دي خلاص خلصت دي تجهيز لشوربه الايه الكوسه بالكريمه. الكوسه بالكريمه وزي ما عرفنا ان احنا ممكن نعملها دايت ان احنا نشيل او نخلي الكريمه بايه بماده دهنيه ايه اي حاجه عليها دايت. ماشي وبرده في مفاجاه احنا كده يعني عملت لكم حاجه لموضوع الكوليسترول العالي بالنسبه لمريض الضغط المريض اي حاجه. يا ريت لان بيجي لنا تليفونات كتير ممكن ناخد الوصفه دي. الوصفه دي حلوه وكويسه جدا تتشرب هتتشرب معلقه الصبح ومعلقه بالليل قبل الفطار وقبل النوم. عباره عن ايه 250 جرام زيت زيتون هنحط عليهم اربع ليمونات سلام بس هنقطعهم مربع. هنحط عليهم معلقه جنزبيل كبيره. كل ده بيتدوب في بعضه واخد بال حضرتك وبتبتدي الصبح تاخدي معلقه على الريق بعد الفطار ومعلقه بعد العشاء. دي لفايده ايه؟ لامراض ايه؟ بتخلي الدهون اللي موجوده في الشرايين بتدوب لان جنزبيل اساسه حرق الدهون والليمون مع زيت الزيتون. تمام واخد بال حضرتك كده الرز بتاعنا خلاص هنتوكل على الله عشان نجري نرجع بقى نشرب الرز اهو بالميه المغليه بتاعتنا. الميه المغليه بتاعتنا اهو هنقلب هنحط له ايه هنحط له مرقه واخد بال سعادتك التوابل بتاعتنا هنحط له سنه فلفل اسمر صغيره وسنه ملح هنقلب هنصفره ازاي بقى نحط كاري اقول لسعادتك حالا دلوقتي كركم اهو كركم اهو اصفره بقى 100 100 هنغطيه نشرب بس نشرب سكر وبعد كده نقلل او ننقله على عين تانية. يلا نخش بقى على السناكس يلا بينا. عندي هنا دقيق اهو ركزوا على التغليفه عشان دي بتفرق جدا جدا معانا في ان احنا نطلع الفراخ يعني مغلفه كده شكلها حلو. ايوه احنا كده هنولع الفلاير بتاعنا في زيت غزير يا جماعه. وهننزل بده عشان ده اللي هيساعدنا. دي خلاص مكانها خلاص خلص هنركنها هنا اهو. هنيجي هنا نقلب التقليبه بتاعتنا الجميله كله دقيق ونشا اهو. طب ما تتبلش ليه يا شيف الدقيق؟ انا مش محتاجه اتبله لان هتبقى ده الانسجه بتاعته شربت كل التتبيله فمش محتاج ان هو يتبل الدقيق. ماشي ولو تبلته عادي انت عاوز بقى التتبيله بتاعته عاديه يعني حتى لو تتبل مش مشكله. باجي هنا
ادي ايه السناك بتاعي. لو انا ما عملتش كده دقيق ونشا. دقيق ونشا تمام. واخده بال ساعتك اهو لحد كده الموضوع سهل. وبنفضل ايه لازم كده نشيل منه التغليفه اللي هي هنرجعه تاني. هنرجعها تاني. بص حضرتك اهو. على فكره دي وجبه مهمه جدا للاطفال وهيحبوها قوي جدا لانها تنزل مع العيش دوا اللي انا محمصه. ممكن نعمل له دوريتوس. واخده بال ساعتك هيحبوها جدا. اهي انا ببتدي ان انا ايه اعمل شغل السنيب في السريع. طالما دورتها هنا قالت معايا تعبان صغيره. ماشي. التتبيله بتاعتها سريعه جدا. سريعه جدا. الكفر بتاعها هو اللي احنا بنعمله دلوقتي سريع برضو جدا. دي ايه ونشا. دي ونشا. طبعا عايز تعملها في البقسماط ده ما يمنعش، بس هو يعني الاصليه الوصفه الاصليه بتاعتها دي ومعاها كورن فلاور. معاك واحده واحده أوه. عشان نوصل للحاجه اللي احنا عاوزينها. اهو يعني اهو تمام اهو في السريع اصلا. دي مهمه الحركه دي صح؟ طبعا لان انا بدور هنقلب. اهو انا لسه هعمل واحده واحده كده. لا 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 ده سهله جدا. هو احنا عملنا 17 واحده 20 واحده. برضو عملنا حاجة يعني عملت وصفة لموضوع الشعر. في ناس بتبقى عندها فراغات في شعرها كتيرة قوي، يقول لك الدنيا عندي فاضية والكلام ده وشعري بيقع والكلام ده. في وصفة جربتها وعملتها حلوة جدا. هو الشيف بيدينا من خبراته يا جماعة بس عشان نبقى يعني أنا حابب حابب إن إيه يعني إيه تجربوها لأن جميلة. حابين نجرب. أوكي. ده عبارة عن إيه؟ خردل مطحون. الخردل ده بيتجاب منين؟ إيه؟ من عند العطور. الخردل ده بتجيبي تطحنيه تحطي له عسل نحل. حلو الكلام؟ تحطي له ليمون، تحطي له خل، تحطي له زيت زيتون. ليمون وخل وزيت زيتون. مع زيت جوز الهند. تمام. الثوم بيتحط قبل ما تحطيه على فروه الشعر قبله بخمس دقائق لان ما ينفعش تحط فيه هيصنم. حلو الكلام؟ تمام. تدهني بقى منه فرجي حاجه موضوع دهان ايه الصبح وليل مثلا؟ دهان بالليل وتخليه للصبح ما يتغسلش غير الصبح. ماشي يا جماعه جربوا الموضوع يعني كبير من خلال خبره وتجربه. الموضوع كبير وجميل. الموضوع كبير وكويس. خلاص هننزل هنا احنا كده الرز يعني الميه اتشربت فيه اتشربت بنقلل النار. أيوة. عليه هننزل هنا ادي بيض اهو وهننزل في الدقيق. ده بيض بايه؟ ده بيض بلبن بفلفل اسمر. ماشي. والفلاير خلص وهيبقى اول طبق ان شاء الله طالع معانا اهو. حلو قوي. ادي دقيق. ننزل في البيت. انت حطيتها ليه؟ ايه هي؟ احنا ننزل في الزيت صح؟ لا هننزل دلوقتي بالشرب فعشان نكسب وقت بس. انا بتكلم على التشيكن سناك دلوقتي. احنا خلاص يعني بعد ما عملناهم بالدقيق وشلنا الدقيق منه كده نزلنا ببيض ولبن وشويه فلفل اسمر. هنيجي هنا نزلنا تاني بالدقيق. هنيجي هنا هنفضل ايه نفرغه كده اهو مع بعض. اهو في دي بتاعي ماشي. لازم نعمل الحركه دي لانه الحركه دي اساسي اشوف وائل على لما عملناها في السمك لو تفتكروا. لا بس التاني بريدنج لكن ده مش بريدنج. ده هنفضل كده ونروح ايه تاني مديينها بقى. خلاص كده هو ابتدي ان هو ايه هيظبط معانا. هنطلع الفلاير بتاعنا كده وهنبتدي ان احنا هنعمل واحده واحده تاني في السريع اهو. ما هو اصل ده انا عايز اقول لك يعني الدنيا حلوه وجميله بس عشان ولادنا بيحبوا وهيطلع الحاجات دي جميل جدا اهو. لا هو الحقيقه الولاد بتحب الحاجات دي قوي لان هي اكلات كده زي بتاعت بره. حاجات اللي هي الوجبات السريعه اللي بياكلوها في السندوتشات. هو مبدئيا ده ممكن ناكله في سندوتشات عادي صح؟ طبعا. هو بتتاخد معاه رز بيبقى جميل جدا برده وطعمه كويس قوي. تعمل برز ريزو. بيتاخد استكسات في بوكس كده معين تحط له كاتشب كانه لو احنا دلوقتي عايزين ندي ولادنا وجبات كده حلوه في المدارس يعني لسه مرحله المدارس. ينفع في اللانش بوكس ان احنا نحط حاجات زي كده خفيفه. احنا عارفين احنا قالينها ازاي عاملينها ازاي فالموضوع هيفرق قوي معانا. هننزل بماده دهنيه هنا. ده عشان ايه؟ شوربه ايه؟ دي شوربه الفراخ. وهننزل بشويه بصل شويه فلفل سنة التوم بتاعتي الجميلة
كمان بنعمل دلوقتي الشوربه بتاعه الفراخ. طب ممكن ناخد فاصل سريع ونرجع نكمل اكلاتنا، يعني يكون دخلنا التشيكن كلها في الزيت. مفيش مشكله. انا هستاذنكم مشاهدينا فاصل سريع، بس خليني افكركم طبعا باحتفاليه او انطلاق الحفل الختامي لمئويه ميلاد مثلث الرحمات قداسه البابا شنوده الثالث. بتبدا فعاليات الاحتفال بالمؤتمر العلمي والبحثي، وده كان هيكون يوم 1 و2 أغسطس، الحضور من 9 صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأمبرويز بالعباسية وحتى 4 عصرا، والدعوة عامة. وبتختتم فعاليات الاحتفال يوم الخميس الموافق 3 أغسطس على المسرح الكبير قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع 5، وبيرفع الستار في تمام 8 مساء. الحفل طبعا بيتضمن العديد من الفقرات المستوحاة من تراث معلمنا أو معلم الأجيال ذهبي الفم مثلث رحمات قداسة البابا شنودة الثالث. ويؤكد المركز أن دعوات الخميس 3 أغسطس شخصية بيتم استلامها من خلال المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. تفاصيل أكتر ممكن تدخل تزوروا صفحة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي على الفيسبوك، وكمان للاستفسارات رقم أو أرقام التليفونات هتكون على شاشة أمام حضراتكم. هستأذنكم فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. هي مرة أخيرة برحب بحضراتكم مشاهدينا، ورجعنا نكمل أكلاتنا مع الشيف وائل. برحب بيك يا شيف وائل مرة تانية. أهلا بيك يا فندم، أهلا بحضرتك. هنعمل إيه أو بنعمل إيه؟ ما هنا نزلنا بصل، ثوم، فلفل، ونزلنا بالفراخ. دي تمام، دي الشوربة، دي شوربة الفراخ. هنركنها على جنب. أنا هنا نزلت برضو بنفس المقادير، بصل، ثوم، واخدة بال حضرتك، فلفل، وهنزل بالكوسة. الكوسة؟ أه تمام. أهو واخدة بال سعادتك، يبقى كده فضلت الثالثة اللي هي اللحمة. قلنا عليها ينفع للدايت. أيوة. لحد دلوقتي المقادير اللي احنا حطيناها دي عادي تمام لأي حد بيعمل دايت. عندي لبن هنا هنزله، ومعايا 60 جرام نشا على ملح على دقيق، هنقلبه في ميه بارده. دي الكريمه يا جماعه. دي الكريمه اهو، هنقلبه في ميه بارده طبعا عشان ما يخرصش معايا على السخن، وابتدي انزل بيه على طول بالتقليب المستمر. ماشي، واخد بال سعادتك اهو، انا بقلب اهو. حلوه قوي. لو ما عملتش الحركة دي هيخرز مني. الكريمة مختلفة عن البشاميل، صح كده؟ اه طبعا، عشان في ناس بتعمل الكريمة كأنها بشاميل. لا، الكريمة دي واخدة بالك محطوط في اللبن بتاعها زبدة. ماشي، يعني احنا حطينا لبن بعدين دوبنا الدقيق بالمية، صح كده؟ اه. حاجة تانية حطيناها عشان بس نبقى معاك على الخط. حطينا معلقة ملح، حطينا 2 نشا واخدة بال حضرتك، و4 دقيق. بمعدل 60 جرام للتر، معدل 60 جرام للتر. دي الكوسه بتاعتنا اهي، البصل بتاعها. طب احنا التليفونات كمان على الشاشه، لو حابين تتصلوا تسالوا عن اي اكله عايزينها جديد، اي وصفه من الشيف وائل هيجاوب عليكم على طول. قول لنا احنا وصلنا لفين للتشيكن سناك؟ خلص، طلعتها صح؟ سهله قوي، بس فكره التغليفه دي مهمه قوي، عشان احنا في ناس بتقول احنا بنحاول نعملها ما بتطلعش بنفس التغليفه بتاعتها. بتاعنا الجميل شكلها، بصوا القرمشه، الصوت بتاع القرمشه اهو. ونعمل ايه معاها بقى؟ ليها شويه عيش كده. الموضوع كبير، شوفي بقى كده الجمال ده. الموضوع كبير اهو اهو. ادي اول طبق معانا بسهوله جدا. طب احنا ما حطيناهاش ساعتين في التلاجة وطلعت بالقرمشه دي؟ لا، هتطلع اساسي. لازم تحطيها في، لازم تتحط في التلاجة يا جماعه عشان تاخد التتبيله بتاعتها. اهو خلوه عشان نبين بس التشيكن، كفايه كده اهو. ده توست متحمر. ده توست متحمر اه تمام. وادي التشيكن سناك. لا جاهز. انا بقى هنا بعمل ايه بقى؟ بديها دبس رمان على التوست ده. الله، بص ساعتك شغال، بس هو تقيل. الدنيا هتبقى 100 100 دلوقتي. بينز. شايفه بقى الجمال السسبنس اللي موجود عندنا ده اهو. هايل، ادي اول طبق معانا. الاولاني، بصوا الحلاوه بقى والقرمشه والجمال واللون. اه
يعني القلية طالعة لونها حلوة قوي. نعمل دلوقتي الكريمة بتاعة الشوربة بتاعتنا. هي الكريمة ثابتة معانا في شوربة كل الشرب، الكوسة والفراخ واللحمة، صح كل الشرب. اوكي دي كده الكوسة بتاعتي واخدة بالك، يعتبر خلصت. طيب حلو، هنخش آخر حاجة اللحمة بقى، على اللحمة عشان يبقى احنا كده الشوربات بتاعتنا متجمعة، نضرب على طول. وإيه بعد ما الكريمة تخلص يبقى احنا كده مخلصين. ممكن نعكس، ننزل هنا. هو كده قفل ولا انت موطي؟ لا انا موطي. اوكي نخش هنا. التتبيله بتاعت اللحمه نفس التتبيله بتاعت الكوسه والفراخ ولا مختلفه؟ لا دي بتاخد بهارات لحمه، دي بتاخد بهارات فراخ. اوكي مختلفه طبعا. لا بس قصدي بننزل ببصل، بننزل بصل وتوم. ده روحها. اوكي واخد بالك؟ حلوه قوي. ادي هنا اهو ماده دهنيه تسخن معانا، هننزل بالبصل بتاعنا الجميل، وهننزل معانا بالفلفل الرومي بيديها تيست ونفس. طب ناخد تليفون واحنا بنعمل الكريمه والشوربه بتاعتنا. استاذه عصمت احنا فقدنا الاتصال. طب حاولي يا استاذه عصمت تتصلي بينا مره ثانيه. نزلنا ببصل ثوم وفلفل، صح كده؟ ايوه. الفلفل ده الحراق ولا الفلفل العادي؟ لا الفلفل العادي. تمام. اي بقى حاجه سبايسي في الموضوع انتوا بقى ايه؟ احنا كده بنقلب فيها اهو لحد ما تخرز معانا. عقبالك ما تخرز معانا نجيب الطحينه بتاعتنا عشان ايه يبقى احنا مخلصين اول باول. ماشي. بسم الله. الطحينه دي لايه؟ الطحينه دي لسلطه الحمص. لا لا الموضوع النهارده يا جماعه خارج السيطره. قال الطحينه بتاعتي. طب معانا استاذه نيفين من القاهره. الو مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيكي اتفضلي. انا كنت عايزه اسال على طريقه المكرونه البشاميل. حاضر. وعايزه الشيف يعيد لي تاني طريقه الحاجات اللي بتاعت الشعر دي اللي هي الخردل والحاجات دي. حاضر. بس طبعا كل الحلقات متسجله على الفيسبوك، فممكن ترجعي تاخدي اي حاجه انت عايزاها او وقعت منك عن طريق الفيسبوك. حاضر هنعيدها تاني. بشكر حضرتك جدا على اتصالك. مكرونه بشاميل. المكرونه البشاميل اللي فيها تكايه في البشاميل بتاعها بتديها نص معلقه بيكنج باودر في البشاميل. البشاميل اللي بتاعه عباره عن ايه؟ بجيب زبده، معلقتين دقيق، واخد بال ساعتك، بقلبهم، بنزل باللبن بتاعي، بدي فلفل اسمر، مرقه، واخد بال حضرتك، ملح، واخد بالك، بديها جبنه موتزاريلا، وفي وسط الجبنه الموتزاريلا دي نص معلقه بيكنج باودر. طب البيكنج باودر بيعمل ايه معايا؟ بيطلع لك الحته سليمه زي ما هي وبتبقى هيشه. هيشه من جوه مش مكبوسه. تمام. واخد بال ساعتك؟ من طول سلق المكرونه بتاعتك ومعصجه اللحمه بتاعتك، وتحط رق ورق زي ما احنا اتفقنا. المكرونه بتاعتنا بتبقى على دنتي، واخد بالك، ثلاث ارباع سلقه. تنزلي بقى بالحاجه بتاعتك، بص كده تخنت ال ده القوام اللي احنا عايزينه. هطفي عليها خلاص. تمام. مش عايزين نفصل المكرونه بشاميل عشان استاذه نيفين ما تزعلش. واخد بال ساعتك، بتسلق المكرونه بتاعتك بتبقى ثلاث ارباع سلقه، بتعصج اللحمه بتاعتك. واخد بال حضرتك، اهم حاجه البشاميل بتاعنا كل لتر لبن عليه 60 جرام، واخده بالك، دي 60 جرام دي ما يعادل 3 معالق كبار دقيق. ماشي. بننزل بيهم نفس كميه الدقيق، هم نفس كميه الزبده اللي هي 60 جرام برضو، واخده بالك. يبقى المعادله بتاعتنا 60 على 60، واخده بال حضرتك، واللبن بتاعي لتر. أوكي. طب المرقه قد ايه؟ بيبقى ظرف. طب الملح بتاعي قد ايه؟ كل لتر لبن بياخد 15 جرام ملح. عايزه تديله 20 ويبقى المعلقه ممسوحه مفيش مشكله. ماشي. طب ناخد استاذه ابتسام وبعد كده نرجع نقول لها الوصفه بتاعت الشعر تاني. استاذه نيفين الو مساء الخير. سنون بحضرتك. اهلا بيكي اتفضلي. اتواصل مع الشيف وائل لو سمحتي. معاكي اتفضلي. ازي حضرتك يا شيف وائل؟ اهلا بحضرتك يا فندم. لو سمحت انا بصراحه انا بقيت بستنى الحلقه بتاعتك، الاكل بتاعك الصراحه كل مره بتقول اكل فيه فكره جديده ونغير للولاد فبينبسطوا من الاكل بتاع حضرتك جدا. الله يخليك يا فندم تعيشي. يعني لو ينفع طريقه الكوبيبه حضرتك والايس كريم. الايس كريم احنا الحلقه الجايه والخميس الجاي هيكون معانا الشيف وائل، هنعمل كميه ايس كريم يعني مش طبيعيه. فنقول طريقه الكوبيبه النهارده واستنينا بقى الخميس الجاي مع الشيف وائل. ماشي ماشي. انا بحب اتابعه جدا وصراحه متميز في اكله حقيقه. الله يخليك يا فندم تعيشي. شكرا على الثقه دي يا فندم، شكرا على الثقه دي. الكوبيبه. الكوبيبه
الكوبيبه بتجيب، عايزين ننسى الحله دي. لا مش هلاقيش، ما انا هاخدها احطها لك قوام. بجيب البرغل بتاعي اكتب ليه يقعد يومين مبلول، بصفيه واخد بال حضرتك، وبجيب اللحمه بتاعتي بحط لها البوش بتاعها زي ما اتفقنا، بتتفرم واخد بال حضرتك، بتتخلط بالبرغل اللي موجود عندي واخد بالك، بتاخد فلفل اسمر وبهارات لحمه. باجي اجيب اللحمه بتاعتي اللي انا عاملها اللي هي لحمه الكفته واخد بال سعادتك، بكورها وباجي على البرغل، بجيب شويه لحمه على البرغل ومكسهم مع بعض، وادي كفر من نهايه الكفر بتاعي، ما بيجيش معايا مدور، لا بيجي بيبقى عامل زي البيبيونه كده، بينزل بريحها في الثلاجه عندي لمده ساعتين ولا حاجه تشمع، وبعدين تنزل معايا في الزيت. تمام. طيب احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ انا احنا مش كده هنعيد تاني الوصفه كده، خلينا نشوف. احنا هنعمل الطحينه في السريع اهو، الطحينه اللي هنعمل بيها سلطه الحمص. ايه هنعمل بيها سلطه الحمص؟ طب احنا طلعنا احنا ايه اخبار التشيكن كيف؟ التشيكن كيف خلاص اهو محضره، اتبل معانا، هنتوكل على الله عشان وقتنا بس. ادي عندي التشيكن كيف، وعندي الزبده والشبت والثوم. بمسك القطعة بتاعتي بحط لها زبده في النص كده، بحط لها شبت اهو، بحط لها لحمه مفرومه اهو ماشي، وبحط لها ثوم. حلو الكلام. وبعدين بقفلها، بقفلها بنزل في الدقيق بتاعي واخد بال حضرتك ماشي، وبسيبها شويه كده على جنب، قله سنانه او اي حاجه من غير اي حاجه هتقفل، هي تقفل لوحدها. هننزل هنا بالشبك بتاعنا زي ما اتفقنا. اوكي. وادي الزبده بتاعي واخد بال سعادتك، وادي الثوم، وادي اللحمه المفرومه بتاعتي. اللحمه المفرومه دي يا جماعه الطريقه الجديده. طب احنا مش عايزين نعملها بالطريقه الجديده، عادي نعملها بالزبده والشبت بس. الزبده والشبت. أوكي. ده الطريقه الاصليه بتاعتها من اوكرانيا واخد بال سعادتك. طبعا خدتها المكسيك وعملت لها فلفل مكسيكي، وحطت لها فلفل مفروم، وحطت لها لحمه مفرومه، وابتدت ان هي تتصنع بالطريقه اللي انا بقول لحضرتك عليها دي. هنا خلاص نزلنا بالبيض والدقيق، هننزل هنا بالبقسماط بتاعنا الجميل. قول لنا البقسماط ده ايه؟ بقسماط عادي. البقسماط ده متبل واخد بال سعادتك، وموجود في اي سوبر ماركت زي الفيجيتار كده، ولكن هو بقسماط اصفر. بقسماط اصفر. هتبتدي اهي اضغط عليها اهو من كل الجوانب، هتطلع معايا كده زي قطعه البانيه. ده كانها مش ساندوتش خالص، كانها قطعه فعلا. واخد بال سعادتك. وهننزل بيها بقى في الزيت. هننزل بيها في الزيت، زيت عميق ويكون سخن. واخد بال سعادتك، ونبتدي ايه بالثانيه. هننزل بيها اهو. احنا اوريدي مسخنينه صح؟ مسخنينه. مش هياخد وقت. واللي عايزين نبص على الرز بتاعنا، الرز بتاعنا 3 ثواني بالظبط وهبتدي ان انا اطلعه بعد ما اخلص ال اهو. سعادتك اهي، دي المفروض تشمع معايا في التلاجة حوالي ربع ساعة، ولكن عشان الوقت احنا بنتكلم برضه عشان الوقت، ممكن نسيبها في التلاجة ربع ساعة. والتتبيلة بتاعت الفراخ نفسها اللي احنا بعد ما طبلناها المفروض نحطها في التلاجة ساعتين على الأقل. ده كده خلاص، ده كده خلاص، ده كده خلاص. ماشي، هنبدا بقى في تجهيز الشوربات بتاعتنا عشان الوقت، احنا اقل من 10 دقايق. ماشي ماشي، عشان بس تبقى معانا على الخط ونتكهرب كلنا دلوقتي. احنا هنكهرب، احنا لسه هنكهرب. هننزل بيها. طب احنا انت نزلت بواحده بس ولا ايه؟ هنزل بالثانيه بس تقوي الزيت بتاعها. تمام، وهبتدي على الله. طب يلا بقى كده هتتقدم جنبها الرز. هنعمل سلطه الحمص بسرعه. يلا بينا. هنقلب اهو الطحينه وميه سخنه زي ما اتفقنا، عليها كمون، عليها كزبره، عليها ثوم، عليها ملح. حلو الكلام؟ اهم دي الطحينه بتاعتنا. ايوه دي الطحينه، لازم نعملها بميه مغليه صح كده؟ ايوه ميه مغليه، بتسخن، بتتخن معايا هنا اهو، تتخن تاخد القوام بتاعها. ايوه عليها الملح وعليها كل حاجتها. هنيجي هنا اهو في الخلاط بتاعنا الجميل. مش عايزين ننسى استاذه نيفين ونقول لها الخلطه بتاعت الشعر تاني عشان ما تزعلش. بتاعت الشعر نص، هنجيب خردل من عند العطار. خردل مطحون. خردل مطحون. او احنا نطحنه يعني. ايوه، زيت زيتون، زيت جوز هند. دول بيتخلطوا مع بعض مع خل واخد بال سعادتك، مع ليمون مع توم. طب امتى بحط الليمون والتوم؟ قبل ما احطه على شعري بشويه. واخد بال حضرتك؟ باخد من الخلطه دي معلقتين وباجي
اخد احط عليه الثوم واحط عليه الليمون وافضل ادعك بيه فروه شعري. طبعا بعد ما تدعك هتحس ان شعرك كله ابتدى ان هو يبقى فيه حرقان في شعرك. هو ده نجاح التتبيله. ادي الحمص مع الطحينه ماشي، وهنديله زيت. سلطه الحمص دي يا جماعه عشان نبقى عارفين بس طريقتها، عملنا الطحينه بالتتبيله بتاعتها وهننزل بيهم في الخلاط. وادي الزيت بتاعنا الجميل، وهنبتدي ان احنا نضرب الحاجات دي كلها. اللي عايزك توصل الفيشه بس حط الاول الغطا. ايوه هنبدا نضرب سلطه الحمص بتاعتنا. حمص ايوه لا بلاش ده ولا ايه تاني؟ اهو اهو قدامك فين. اه يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل حاسب بس التكه بتاعت الخلاط نفسها. اه الكهرباء متوصله كويس. ايوه ممكن تشيل الخلاط نفسه تحطه ليه تكايه كده معينه. تمام عشان نمشي الحمص حطينا ميه. اه ما لازم عشان ما تحرقش الخلاط، عشان الحمص بتاعنا يمشي في الخلاط عشان يبقى في حاجه سائله بس في الموضوع. احنا الرز بتاعنا كمان اكيد استوى كله خلص ده كده خلاص ماشي. سلطة الحمص خلصت بسهولة جدا. الله على القوام بتاعها دلع قوي خطيرة. لازم نحطهم كلهم عشان بس المنظر. بس الكمية كمان بتاعتها حلوة يعني. أيوة. احنا بصوا اتكلمنا في انه شوية حمص ظبطوا الدنيا مع الطحينة. نجرنش بقى ولا ما فيهاش جرنشه؟ جرنش احنا ورانا ايه؟ لا ورانا ايه؟ ورانا حاجات كتيرة قوي. ده زيت صح كده؟ اه ده زيت وده ده شبت؟ ده شبت. الله على الحلاوة. نحطها بقى جنب الطبق التاني بتاع التشيكن سناك. ايوه ودي سلطة الحمص بأبسط طريقة وشكلها تحفة. الحمص بتاعتنا هنطلع بقى التشيكن بتاعتنا مع الرز. هنطلعه مع الرز. الرز بتاعنا استوى اكيد. ايوه جاهزين بقى الطبق بتاعنا. هايل الرز بتاعنا خلص الجميل. هايل هايل يا رب الوقت يسعفنا في السلطه في الشوربه على طول بتاعتنا. على طول على طول. هذا الرز اهو. حلاوه هذا الرز بتاعنا الجميل اهو. بص الرز لونه حلو قوي. ممكن نشيل الكاتل عشان هو حاجب الرؤية خالص. اوكي وهننزل عندنا بالتشيكن كيف الجميل. موضوع مبدع يا جماعة اهو خطيرة. التغليفة دي نعرف نعملها في البيت يا شيف وائل؟ طبعا. معرفش ليه بتطلع مننا مش مقرمشة كده. كمان انت ما قفلتوش لا بستكس ولا قفلتيه في حاجه وطلع كويس. حلو قوي. التاني نخش على الشربات في السريع. يلا بينا. ادي الفراخ بتاعتنا. عايزك لا انا خلاص خلصت. تلم الحاجات دي. انا في مينة اللمين. ونبدا الرصه بتاعتنا اللي هي بالعرض. حاضر. لا بالطول. ماشي. ونبدا في الشوربه بتاعتنا. يلا بينا. تمام. وده وراهم بقى. ينفع؟ اه طبعا. يلا بينا نخش بقى على الشربات عشان نخلص. اه يلا بينا سريعا. احنا هنعمل النهارده شوربه فراخ وشوربه لحمه بالكريمه كمان وشوربه كوسه بالكريمه. احنا الكريمه زي ما شفنا عملناها لكل الشوربات اللي هنعملها دلوقتي هي واحده طريقه واحده.
طريقه واحده. اللبن بعد كده نزلنا بدقيق على ميه ودوبناه ونزلنا بيه لحد ما خدنا القوام والتتبيله بقى زي ما انتوا ايه سمعتوا مع الشيف وائل. يلا ادي عندي الفراخ بتاعتي. احنا نضربهم في الخلاط. دي الفراخ وادي الكريمه بتاعتي الجميله اهو. هناخد مع كل حاجه مغرفه مثلا. ايوه ادي مغرفه على طول في منت الا منت مش هكمل خمس دقايق اهو. مش معانا غير خمس دقايق. لا عادي اقل من خمس دقايق. اهو اهو الغطا. الغطا بتاعها الجميل لقيته. يلا بينا. فينش. سؤال بقى، احنا ليه ضربناهم؟ ما احنا ممكن نحط التتبيله مع ال ولا احنا عشان نعملها شوربه شوربه يعني عشان نعملها شوربه عشان كله يبقى ممكس مع بعضه. ما هي شوربه هي. بصي دي بقت شوربه كده اهو وفيها قطع برضه. انا بتكلم على واحنا عايزين اللي هي كقطع مع ال يعني انا برضه ايه زي ما انتوا عاوزين بقى يا شباب. شوربه ايه؟ هنحاول نشيل الباقي ده بس نخلص الشوربات بتاعتنا الاول. ادي شوربه الفراخ. نخش على شوربه الكوسه. يلا بينا. عملنا التشيكن سناك وعملنا التشيكن كيب ومعاه سايد الرز وعملنا كمان سلطه الحمص واول شوربه معانا عملناها. نعمل دلوقتي شوربه الكوسه بالكريمه عشان ما نتلخبطش. اقول لك قالوا لي ايه دلوقتي؟ اقل من 3 دقائق هنلحق على طول. طب تكل اول الايام. فينش. ماشي. اقل من 3 دقايق مش هاخد دقيقة. ادي شوربة الكوسة الجميلة. حلوة قوي. اهي. هايل. آخر شوربة معانا. آخر شوربة شوربة اللحمة. شوربة اللحمة. احنا قلنا الكريمة واحدة بس تتبيلة اللحمة غير تتبيلة الفراخ غير تتبيلة الكوسة وسريع الموضوع سريع وحسسنا إن احنا في مطعم يعني طالبين كل أنواع الشوربة اللي احنا عايزينها. اهي. اخر شوربه معانا شوربه اللحمه. ودي من الشربات العزيزه على قلبي شوربه اللحمه دي. اشمعنى بقى؟ بتبقى طعمها جامد جدا والسعرات الحراريه بتاعتها عاليه جدا. الناس بتحب شوربه الفراخ اكتر. يعني اذواق. يلا بينا. اللحمه بتاعتي الجميله. دول حوالي 150 جرام لحمه مفرومه. وهنتوكل على الله وهنضرب. اهو. يلا بينا. نتك بس اللي ده خلط. تمام شغال. فينش. تمام. اخر شوربه معانا شوربه اللحمه. احنا كده خلصنا يا جماعه كميه الاكل اللي احنا عملناها في توقيت الهوا. كنا مجهزين كل حاجه اللي هي احنا تبلنا وعملنا والموضوع سهل قوي. يلا بينا اخر شوربه معانا شوربه اللحمه. احنا ممكن بقى نحاول نلم الحاجات اللي هي حواليه دي عشان الكاميرا تجيب الاكل بس. انا دي بس هنا شويه. انا بشكرك يا شيف وائل كالعاده مبدع حقيقي مبدع. كميه اكلات مش طبيعيه تركات بنعرفها من الشيف وائل بتكون مختلفه جدا بتدي كده تيست وطعم للاكل مختلف عن اي طعم تاني. اللحمه المفرومه اهو. بصوا كمان بنكمل بالاكل ما بنسيبش حاجه. مش هنسيب حاجه. حاول تلم بقى كده على قد ما نقدر عشان احنا هيقفلوا علينا حاجه. سنه الفلفل الاسمر. بشكرك يا شيف وائل كالعاده مبدع نورتنا. الله يخليك يا فندم. وعقبال كل مره احنا خلاص بنوعد المشاهدين ان احنا يوم الخميس الجاي هيكون معانا الشيف وائل هيعمل لنا كل انواع الايس كريم اللي انتوا عاوزينها لان في ناس طلبت ايس كريم كتير جدا. احنا الحر والصيف فاحنا محتاجين كميه ايس كريم مش طبيعيه. انا بشكرك يا شيف وائل نورتنا ونستنى حضرتك الخميس الجاي ان شاء الله. شكرا ليك. ده ايه ده اللي احنا حاطينه؟ ده زبادي. زبادي. بصوا انا بحب احط التركايه دي كمنظر. زبادي في الطحينه. ايوه بتبقى شكلها شيك قوي. بشكرك نورتنا وعقبال كل مرة. شكرا ليك. أنا كمان مشاهدينا بشكركم وأشوفكم الحلقة الجاية وإلى أن نلتقي.
ومين هي ومين لو وقتك اللي بتستنين هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين أكلت شهية مية في المية أصناف جديدة هي ومين خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى ما هو علشانك هي ومين وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك هي ومين أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس هي ومين هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين